عقد عمد الدوائر السادسة السابعة والعاشرة اجتماع عمل ناقشوا من خلاله الميزانية العامة لهذه الدوائر. الحسين النور يوسف والمزيد من التفاصيل. تعتبر الميزانية العامة التي تسير أعمال مؤسسات الدولة في غاية الأهمية، إذ بها يحدد الدخل والإنفاق العام لتسيير هذه الميزانية بشكل دقيق. لذا عقد اجتماع نقاش حول وضع الميزانية العامة لبلدية الدائرة السابعة لعام 2017، وأن وضع الميزانية العامة للبلدية يرسم من خلاله استراتيجية العمل خلال سنة كاملة. عمدة بلدية الدائرة السابعة ميكائيل جبرين أحمد، وبعد مناقشات مع المستشارين بالبلدية، اعتمدوا الميزانية العامة للبلدية لهذا العام بأكثر من 2,038,000,000 فرنك سيفاء، وأن ميزانية بلدية الدائرة السابعة لهذا العام قد ارتفعت ب 34,000,000 فرنك سيفاء بالنسبة لميزانية عام 2016. فبالرغم من الحالة التي تمر بها البلاد، إلا أن هذا الارتفاع الملحوظ لميزانية بلدية الدائرة السابعة يؤكد صدق عملهم في تنفيذ خطتهم المرسومة. وفي نفس الإطار، نظمت بلدية الدائرة السادسة اجتماع نقاش حول وضع الميزانية العامة للعام الحالي. وبهذه المناسبة، فقد أكد عمدة بلدية الدائرة السادسة نيلديتا اللارنجي بأن ميزانية العام المنصرم قد تعد 1,000,000,000 فرنك سيفاء، إلا أن هذا العام وبعد نقاش مع مستشاري البلدية تم خفض الميزانية إلى 949,000,000 فرنك سيفاء، وذلك نسبة للأوضاع المالية التي تشهدها البلاد. وإن هذه الميزانية تتضمن كل النفقات والمصروفات العامة للدائرة. وفي سياق متصل، نظمت بلدية الدائرة العاشرة لقاء مع المسؤولين بالبلدية من المستشارين ورؤساء الحارات والمربعات. تم فيه دراسة واعتماد الميزانية العامة لبلدية الدائرة العاشرة لهذا العام. عمدة بلدية الدائرة العاشرة محمد توما قال أن ميزانية هذا العام هي أكثر من 813,000,000 فرنك سيفاء، وأنه تم خفض الميزانية العامة لهذا العام التي كانت في العام المنصرم 1,254,000,000، وذلك للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد. والمشار إليه أن دراسة واعتماد هذه الميزانيات سيساعد البلديات في تسيير العمل بطريقة أفضل.